طلقت قاطرة العام الدراسي 2021-2022 رسميا عندنا بدوام جميع العاملين برياض الأطفال ومدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، على إن شاء الله أن يعقبه دوام العاملين بالمرحلة الثانوية يوم الأحد من الأسبوع المقبل. طبعا وزير التربية الدكتور علي المضف هنأ أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور والطلاب والطالبات بالعودة رسميا إلى المدارس. طبعا المزيد من المتابعة حول هذا الموضوع تنضم إلينا من مدرسة عين جالوت للبنات والكائنة بمنطقة قرطبة مراسلتنا المتواجدة هناك ديما دحدل. ديما صباح الخير، ويا ريت تحطينا في الصورة لديك عقب انطلاق العام الدراسي الجديد رسميا بدوام جميع العاملين برياض الأطفال ومدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والإجراءات الصحية المطبقة. نعم، صباح الخير لكم زملائي وللسادة المشاهدين. بالفعل كما قلتم، يعني عجلة العام الدراسي دارت معلنة بدء اليوم الدراسي الأول ببدء دوام العاملين في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والمرحلة المتوسطة. تقريبا اليوم 60,000 معلم ومتعلمة ومعلمة، يعني شرعت المدارس أبوابها لهم، استقبلتهم بحفاوة بعد طول غياب، بعد أن فرضت هذه الجائحة هذا الغياب القسري اليوم عن مزاولة مهامهم الاعتيادية بالشكل الذي اعتادوا عليه في السابق. الحمد لله اليوم دارت هذه العجلة وعاد اليوم العاملون في المدارس من هيئات تعليمية وهيئات إدارية في مدارسهم وفق الاشتراطات الصحية ووفق طبعا الشروط المطلوبة من قبل وزارة التربية ووزارة الصحة. نتحدث أكثر اليوم عن هذه العودة بتفاصيلها. يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذة فاطمة الهاجري وهي مراقب التعليم الابتدائي في منطقة العاصمة التعليمية. صباح الخير أستاذة فاطمة، نود أن نتحدث منك عن تفاصيل اليوم هذه العودة وعن جهوزية المدارس، وخاصة أن كان لك جولة صباحية هذا اليوم. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي يسر البدايات وأكمل النهايات وبلغنا الغايات. أبارك للجميع وبإعلان بداية العام الدراسي لعام 2021-2022 بجهود جبارة متكاتفة طبعا تحت رعاية ومظلة وزارة التربية بالتعاون مع العديد من وزارات الدولة. اليوم أثناء جولتي في مدارس المرحلة الابتدائية الحمد لله لقينا الفرحة، لقينا الشعور بالرضا، لقينا السعادة، لقينا عودة الحياة لها معنى بعودة المدارس. الجميع اليوم كان فيه شعور ارتياح، الجميع اليوم أقبل على المدارس. طبعا سبق وتم إعطاء الإدارات المدرسية أمور مهمة يجب النظر فيها والاهتمام فيها قبل استقبال المعلمين. كان عندنا طبعا من جهود وزارة التربية اللي تشكر عليها تشكيل فريق لجان للاستعدادات والتجهيزات للعام الدراسي، بدأ عمل من 22/8، كان مكون من 5 أعضاء من كل مدرسة. هذا الفريق من 22/8 حتى أمس كان يعمل بكل قوته، التواصل مع الجهات المعنية من صيانة، من كتب، من جميع ما يلزم، من مستلزمات طبية، جميع ما يلزم بحيث نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من استقبال ممتاز ورائع في حضور معلمين. أيضا الدكتور وزير التربية الدكتور علي المضاف بالأمس تحدث عن الدليل الإرشادي الذي اليوم يعني ينص أو يهدف إلى تحقيق تعليم جيد بالإضافة إلى حماية الطلبة. نتحدث أكثر اليوم عن هذا الدليل الإرشادي وأهميته وأهمية أن يكون متواجد لديكم يعني كخارطة الطريق. الدليل الإرشادي كان الهدف منه أو إعداده أن نحن الآن في هذا العام يمثل تحدي كبير ما يقل أهمية عن تحدين العام في عام التعليم عن بعد. هذا التحدي بسبب ظروف جائحة كورونا أصبحت وزارة الصحة شريك أساسي معنا في وزارة التربية، وأصبح من أولويات وزارة التربية الحرص على سلامة المتعلمين والعاملين في المدارس من خطر الإصابة بجائحة كوفيد-19. فبناء عليه تم تعديل أهداف التربية إلى
توفير بيئة تعليمية آمنة، وهذه كلمة آمنة جدا احنا حريصين عليها، وتحقيق تعليم جيد وفعال. بناء عليه تم إعداد دليل إرشادي، هذا الدليل يهم الإدارة المدرسية، المعلم، المتعلم، ولي الأمر. هذا الدليل كان نتاج عن لجان وورش واجتماعات الوزارة، كنت أنا من ضمن أحدها. راعينا جميع جوانب الحياة في المدرسة في حال افتتاحها، راعينا الجوانب التعليمية، راعينا الجوانب الصحية، راعينا الجوانب النفسية، بالذات أن عندنا طلبة يعني من سنتين أو ثلاث سنين، أتكلم عن طلبة الصف الأول والثاني، الصف الثاني والثالث، ما شافوا المدارس. عندنا طلبة أيضا كان لهم مشاكل أو كان لهم ذكرى سيئة في وقت الإصابة بجائحة كوفيد، قد يكون فقد أحد من أهله، قد يكون إصابة، قد يكون راعينا أيضا في جوانب الخوف، بالذات نحن بمرحلة ابتدائية وأطفال صغار. يعني إذا الدليل هو دليل إرشادي ملم بالتفاصيل جميعا. نعم، يبدأ بالإجراءات التنظيمية، طريقة تنظيم الفصول، يبدأ يتكلم عن خطة الجدول المدرسي، يبدأ يتكلم عن دور ولي الأمر هذا العام في خطة دراسية، يبدأ يتكلم عن الاشتراطات الصحية اللازم على مدير المدرسة متابعتها. تم تشكيل لجان، وهذا شيء مهم جدا، على من بداية فريق التدخل السريع تم تشكيل لجان عديدة في المدرسة مهمتها متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية. بالنسبة للاشتراطات الصحية أيضا أود الحديث عن، سمعنا أن هناك غرفة عمليات سوف تكون في منطقة، يعني في حال حدوث أي طارئ، كيف سوف تكون هذه الغرفة العمليات؟ ما هي آلية يعني عملها؟ حرصنا هذا العام على توحيد إجراءات إدارة المخاطر في المدارس، لا قدر الله في حال حدوث إصابات أو حتى في حال عدم وجودها يفترض تكون في قراءات يومية من المدارس. هذه القراءات يتم مخاطبة أو يتم التواصل يومي مع غرفة العمليات في كل منطقة تعليمية، هناك ضابط اتصال. طبعا هذه غرفة العمليات هي مشتركة ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية. إحنا يعني حسب الخطة القادمة يفترض يتم رفع تقرير شهري بناء على التقارير اليومية إلى مجلس الوزراء للنظر في ما بعد خطتنا لهذا الشهر أو الشهر القادم. أود باختصار وعجالة لو سمحتي لي، بأنه اليوم كنت تتحدثين قبل الهوى معنا بأنه أي زائر للمدرسة أو ولي أمر يتوجب عليه أن يكون هناك إجراءات يتخذها لإمكانية دخوله إلى المدرسة. ما هي هذه الإجراءات؟ أيضا هذه الإجراءات موجودة في الدليل الإرشادي، إجراءات الدخول للمدرسة. يختلف ما بين الفئة لداخل المدرسة، إذا كان موظف فهو يفترض أن يقدم فحص، يفترض أن يكون مطعم بالجرعتين يسمح له بالدخول بعد فحص درجة حرارته، إذا كان درجة حرارته فوق 37.5 يمنع دخوله، أو إذا كان غير مطعم بالجرعتين يفترض يكون فحص PCR كل بداية أسبوع. بالنسبة للزائرين يفترض يكون عنده فحص PCR إذا ما كان ماخذ الجرعتين قبل 72 ساعة. بالنسبة لولياء الأمور، طبعا ولياء الأمور من العام السابق بعد تفعيل الأونلاين والبرامج والتطبيقات اللي أصبح ولي الأمر الآن قادر على دخول فيها وممارستها بكل سهولة، عندنا فحص، عندنا حجز المواعيد، حجز المواعيد، وهذا الشيء من العام كان صاير طبعا، بس هالسنة راح نرد نأكد عليه قدر الإمكان. احنا قاعدين نحرص على تقليل حركة دخول الزائرين، وطبعا راح نلاقي كل اللي سره حجز موعد، قد يكون يتم حل موضوعه عن طريق الأونلاين أيضا، يعني ما يشترط حضور المدرسة، وهذا طبعا حرصا على سلامة عيالنا ومعلمينا. شكرا جزيلا أستاذة فاطمة الهاجري، بالفعل هذه التفاصيل المهمة التي أدليت بها لنا وحول الدليل الإرشادي وحول هذه الإجراءات كلها. وبالفعل اليوم الكل يأمل والكل يعمل بنفس السوية لأن تكون اليوم هذه العودة آمنة، وأن تكون اليوم بداية مبشرة لجميع العاملين وللطلبة في بداية العام الدراسي، ولتحقيق الأهداف التربوية المنشودة التي تصبو إليها وزارة التربية بكافة قطاع. هذا كان كل شيء زملائي، عودة لكم إلى الاستوديو مرة أخرى. إذن كل الشكر لك ديما دحدل ولضيفتك الكريمة، نلقاك إن شاء الله في رسائل أخرى. شكرا جزيلا.